طولة بحمود سلطان بنت منيش إليش يا منيش. في خضم هذه الحياة المريرة وألوان العذابات الكثيرة، كم هو مفجع أن ترى الإنسان محصورا بنظراته لنفسه فقط. وفي مثل هذا الحال فلا يخلو مرفق من مرافق الحياة من العناء والشقاء. رغم البطالة والعجز عن العمل، تجد هذه الشريحة من الناس العاطلين عن العمل يتعذبون حتى في استلام أجورهم الرمزية. الرعاية يعني حقيقة ما مستفاد منها إلا نسبة قليلة من الناس، والناس الباقين معظمهم هم مرضى ودون خط الفقر وما مستفادين. زين ما قاعد يطوننا وإحنا ناس تعبانين وما عدنا. أي والله، وعليش قاعد نطلع مظاهرات وهاي؟ الله وكيلك، ما عدنا. ويصف البعض منهم حجم معاناتهم بسبب تأخر معاملاتهم، إضافة إلى تأخر رواتب البعض الآخر، مطالبين الحكومة العراقية والجهات المعنية بإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لهم. الرعاية صفر بكل المحافظات وخاصة بابل. خوب اللجنة العليا ما سولف لك عليها، يعني 4/5/2016 مقدم ولحد هاي اللحظة ماكو شيء. كل ما اروح اسبوع الاخ باكر، اسبوع الاخ القاضي ما قاعد، ما ادري منو ما جاي، واحنا تمرمرنا. اللي عنده مبرده، اكو واحد بالعالم ما عنده مبرده، اللي عنده مبرده فوق مستوى خط الفقور. هي هاي الرعايه، هي هاي اللجنه العليا. انا من 2016 مسجل بالرعايه، وطلع لي الباحث، سالني الباحث يقول لي عندك ثلاجه وتلفزيون؟ قلت له عندي ثلاجه وتلفزيون. شنو ثلاجه وتلفزيون؟ صدق اروح للرعايه يقول انت فوق خط الفقر؟ وانا شايات ابيع. زين قبلها اكو ناس حالتها زينه عندها رواتب، احنا مال رعايه، وهذا سال السوق كله عليه. وعلى جميع المعنيين مراعاه هذه الشريحه التي تعتبر تحت خط الفقر، فالمبالغ التي يستلمونها لا تكفي حتى لسد رمق عيشهم. كفى فسادا واهمالا للمواطن العراقي، واين العداله التي يتبجح بها السياسيون مقارنه برواتبهم الخياليه؟ وكان العراقيين كتب عليهم الشقاء والعناء. من جهة تجد من لم يستطع توفير لقمة العيش له ولعائلته بسبب ظروف الحياة، ومن جهة أخرى فاسد ينعم بما سرق من خيرات بلاده دون حسيب ورقيب. من محافظة بابل، حسين الفتلاوي، قناة التغيير.